السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القسط، الاسم العالمي كوستوس، هي جنس من النباتات يتبع الفصيلة القسطية من رتبة الزنجبيليات، وهو ثلاثة أنواع: العربي والهندي والشامي. كما تلاحظون هذا هو القسط الهندي. هناك الجذر وهناك القسط المطحون، وهذا هو جذر القسط الهندي. كما تلاحظون هذا هو القسط الهندي. لديه استعمالات كثيرة، وسأذكر لكم في آخر الفيديو كيف تستعملون الجذر وكيفية استعمال المطحون. فالقسط الهندي يعالج التهاب الحلق واللوزتين، ويعالج الغدد والهرمونات، وعلاج للصدفية، وكذلك علاج للروماتيزم، وكذلك أيضا يعالج الخصوبة والأمراض السرطانية، ويعالج سرطان الرئة كذلك، ويعالج تشمع الكبد، يدر الطمث والبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم وحمى الربع والورد، ويسخن المعدة، ويحرك شهوة الجماع. يعد القسط الهندي ذو فوائد مختلفة وهامة، كونه يمتلك خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم ومضادة للتشنج ومعززة لصحة الجهاز الهضمي والتنفسي، ويعالج كذلك السعال والالتهابات، وهو مقوي جدا للمناعة، ويقاوم نمو البكتيريا والجراثيم، كما أنه مساعد جيد في علاج الكوليرا، ويقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة والبقع المصاحبة لتقدم العمر، ويعالج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية وقشرة الرأس، إضافة لدوره في المساعدة على شفاء التهابات الجلد، وأيضا يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وأيضا يستخدم كعجينة من مسحوق جذور القسط الهندي ووضعها على الجروح، قد يعجل من عملية الشفاء ويمنع العدوى. قال رسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب. الآن سوف أريكم الطريقة الأولى، كيفية استعمال جذر القسط الهندي. نحضر قارورة ماء، نقوم بنقص القليل من القارورة كما تلاحظون، بعد ما قمت بغسل الجذر جيدا ونزع الغبار منه، أقوم بإدخال جذر القسط الهندي في القارورة، يعني جذرين صغيرين كما تلاحظون، أقوم بإدخالهم إلى القارورة، وأقوم بغلق القارورة وأتركها يوم كامل حتى للغد، وأشرب منها كأس في الصباح وكأس قبل النوم حتى أقوم بإتمام القارورة، يعني حوالي 3 أيام وأنت تشرب منها.
والآن الطريقة الثانية، نقوم بإحضار القسط الهندي المطحون كما تلاحظون. أحضر قارورة أخرى لتر ونصف، وأقوم بنقص القليل من الماء. كما تلاحظون وأيضا تستطيعون بتبخير قسط الهندي باسترجاع الشم والذوق، فهو مفيد جدا لهذه الحالتين. وكذلك القسط الهندي معالج لوباء كورونا، فالكثير من قام بشرب القسط الهندي وقام يعني استرجع الشم وحاسة الذوق. أقوم بوضع القسط الهندي المطحون في القارورة كما تلاحظون، حوالي 4 ملاعق أو 3. كما قلت لكم بأن القسط الهندي مفيد جدا لمرض يعني من شفيوا من وباء كورونا، فهو سيسترجع المناعة ويسترجع حاسة الشم والذوق، فتستطيعون التبخير به في البيت مثل يعني الانفلونزا و الزكام، يعني تقومون بتبخير البيت به وتشمون رائحته، فهو أيضا يقضي على السحر. كذلك لما تقومون بتبخير البيت بالقسط الهندي يعني سيقضي على السحر بالبيت. فالقسط الهندي لديه منافع كثيرة وكثيرة جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به. وكذلك تستطيعون، هناك طريقة ثالثة، أنكم تضعون ملعقة، نصف ملعقة أو ملعقة في الكأس وتشربون. كما قلت لكم، والآن تلك القارورة التي وضعنا فيها 3 ملاعق أو 4، أقوم بمزج القارورة جيدا فالقسط الهندي لديه ذوق مر، يعني الكثير لا يتحمل القسط الهندي بسبب ذوقه المر. فالبعض الكثير أيضا من يفر منه رغم من فوائده الكثيرة والتي لا تحصى. كذلك يعني تستطيعون يعني أن تشربون، لما تشربون
كأس تستطيعون بإحضار حبة تمر أو يعني شيء حلو مثل عصير، يعني لما تشربون ماء القسط الهندي لما تشربون من بعده راح تأكلون شيء حلو، شوكولاتة أو أي شيء لكي يعني ينزع تلك المرورية على اللسان. أتمنى أنكم استفدتوا مني، فلا تنسونا بالاشتراك على القناة ودعمنا، وبارك الله فيكم.